أبراج، طقس، آخر الأخبار المحلية والعالمية، طب، مطبخ، مقابلات حصرية وأحداث أول بأول. شارع الفن دوت كوم، العالم كله بيسمع. رولا سعد، أهلا وسهلا فيك عبر موقع شارع الفن. اخترقنا جدار الصوت بشهر رمضان، وكان في عنا رسالة إنسانية من خلال برنامج ليل الأنس. واليوم اجتمعنا بمطعم كرم بيت داون تاون، حابين نعرف منك شوي أكثر التفاصيل. اليوم ليش اجتمعنا وشو هدف الترويق إذا فينا نقول؟ اليوم هي مثل ما أنت بالذات بتعرف أنه هي رايحة للناس المحتاجة، خاصة بليالي الأنس، لأنه للأسف الشديد ما أجينا هالتبرع اللي كافي أنه يقدر يغطي هالمصاريف، لأنه عنا عمليات وعنا بيوت ما بتنسكن، وعنا طبابي، وعنا مدارس، وعنا يعني عائلة، مش بس يعني بتبقى العائلة مدمرة من جميع النواحي، مش انه من مال مرتاحة ومن تاني مال مش مرتاحة. فمشان هيك نحن ملنا سوري البرانش، ورح نعمل بإذن الله غدا او عشاء كمان تابع، لا نقدر نحصل على اكتر نسبة تبرع للحالات الاجتماعية. واكبر نسبة مشاهدة كانت لبرنامج ليل الأنس، حيتابع بعد شهر فضيل بإذن الله رغبة عند المحبين والمشاهدين. كان عندهم إصرار أن يكمل، وشركة التلفزيون كمان حبوا أن يكملوا، وأنا كمان، فإن شاء الله راح يكمل. رولا، لقيت حالة أكثر على المسرح منه لأنه تغني تقدم يمكن شو لحدا ما بعرف؟ ليك هو بي يعني الشو لما بدك تقدم هو بارت تمثيل، وهيدا الشيء أنه أنا أوريدي مثلت، بيبقى صعب بس مش أنه بطريقة كتير، لأنه بنهاية مش عم تحكي، مش عم تعمل موفمنت هني كانوا عم يعملوا، أو هيدا يعني بيشتغلوا أكثر على الكاركتر وعلى الشعر وعلى اللبس. عرفنا أنه في فنانين إجوا، في أصدقاء كمان حضروا للترويقة اليوم، قديه بتفرح هيك أنه في ناس جاوا معك وإجوا كمان اليوم لعنا؟ بقول تنكيو للكل اللي شاركوا، في منهم شاركوا أصحاب أو قرايب أو فنانين يمكن شاركوا حتى لو بمساهمات قليلة بس وما قدروا يكونوا معنا، وفي ناس أكيد كانوا موجودين معنا. فبدي أقول لهم تانكس لكل اللي ساهموا، كان من ناس عاديين، إن كان من فنانين، من إعلام، من كل حدا ساهم بنجاح البرانش، وأنا نقدر نوصل يعني قد ما فينا مساعدة لهالناس المحتاجة. بدي أقول تانكس وشكر كتير كبير لمطعم كرم يلي هو قدم كل شيء دون أي مقابل، فبدي أقول لهم تانكيو. ما جديد رولا سعد؟ رح يكمل هيدا البرنامج، وانت بتعرف انه بده وقت كتير وتحضير كتير، وبنفس الوقت عندي سنجل بدها تنزل قريبا، وبعد يعني عندي غنيتين بدي اختار بيناتهم لبنانية؟ لا مصرية، وعندي فيلم بين ايدي تتكيس كوف. حلو، فان شاء الله يا رب. فيلم لبناني او مصري؟ لا مصري مشترك، بس انه الاكيب العمل كله مصري، فان شاء الله اذا حسيت رح اقدر كوفي ان شاء الله رح كوفي.